ونبقى في بابل حيث نظم العشرات من أصحاب الباصات وسيارات الأجرة تظاهر أمام مبنى محافظة بابل للمطالبة بالسماح لهم بدخول المحافظات الأخرى بعد منعهم من دخولها بسبب جائحة كورونا. قام يطوني مال المساعدات، والله العظيم يطوني كيلو طماطم، عائلتي انا برقبتي 14 نفر، سخ بالعباس باتريات السياره بحتين، وعخ هذا اخو زينب يا مصطفى الكاظم مروتك، سوي لنا صوره حال، ابو الغيره مروتك. احنا نريد رئيس الوزراء يشوفنا بعين، احنا صار لنا 9 أشهر مبندين، لا احنا صاحبين رواتب، عمل ماكو. اريد يسمح لنا مثل ما سمحوا للكوستر 25 نفر، احنا هم 25 نفر نشيل، واحنا نطلب رحمه الله ورحمتهم. ناس عوائل عايشه على الله ثم على السياره، والسياره صار لها 10 أشهر قاعده، وين تروح؟ وين تروح هاي العالم؟ وين تروح؟ فهمني وين تروح؟ مطالبنا يخفف لنا الضرائب، السيارات واقفه وعليها ضريبه، السيارات واقفه وعليها هيئه الهيئه نفس الشيء.